السلام عليكم. عبد المجيد تبون خرج لها ديريكت تتهم المغرب والامارات. بالنسبه للناس اللي يغتنموا الفرص حزينه مثل هذه ويسموا في الاوضاع ويحاولوا يفرقوا بين الجيش والشعب بين الشعب والدوله، اقول لهم فقط صالح الامن في القاء القبض على بعض المشبوهين. وقال بانه سيضرب بيد من حديد على جميع الدول التي تحاول تفرق الشعب مع مؤسسته العسكرية والشعب مع مؤسسته حاكمة في الجزائر. بين بأن في الجزائر هناك نظام حاكم بعيد كل البعد عن الشعب، بأن الشعب بوحده وكذلك النظام الجزائري بوحده. المغرب أولا ولا غالب على الله، وعاش المغرب ولا عاش من خان. هذا هشام خضري، هذه قناتي، اشتراك تعليق. نبدأ الفيديو، لكن قبل يعلم الله كم أحبك يا وطني ويعلم الله كم ندافع عنك هذا الوطن. عبد المجيد تبون خرج لديريكس تهم بأن المغرب هو اللي كيحرق في الجزائر، واتهم كذلك بأن المغرب هو اللي كيفرق ما بين المنظمة العسكرية في الجزائر والشعب الجزائري ومعاه الإمارات. اتهم بأن من يستغلون الأحزان الجزائر. احنا ما كنستغلوش الأحزان الجزائر، وكنقولوها ونعودها، نقدم العزاء وقلوبنا مع الشعب الجزائري، وقلوبنا مع الناس اللي تحرقوا، وقلوبنا مع الناس اللي شعلت فيهم العافيه، والله يرحم اللي ماتوا، والله يشافي الحيين، والله يعوض ويخلف على المضاع على الشعب الجزائري اللي تقصته الحريقه. احنا ابدا لسنا تجار ازمات ولسنا تجار ماسي. احنا جزائريين كنوقفوا معاهم في الوقت اللي خصنا نوقفوا معاهم، كنوقفوا معاهم قلبا وقالبا، كندعيو معاهم وقلوبنا معاهم وقلوبنا الى جوارهم وقلوبنا معاهم، رغم اننا نختلف مع بعض الاحيان مع البعض ماشي مع الكل، لكن الشعب الجزائري نكن له الاحترام والتقدير، لان العداوه مع المؤسسه الحاكمه العسكريه ومع نظامه الفاشل الذي أبى إلا أن يدعم طريقة البوليزاريو، لكنه فشل فشلة كبيرة في روسيا. فعبد المجيد تبون خرج لها ديريكت واتهم المغرب واتهم الإمارات. عبد المجيد تبون راه عيب وعار. حنا بغينا نقدموا لك الطائرة نعاونوك، حنا كنوقفوا معاكم، حنا كندعيو معاكم دعوات ديال الخير، كنقول لكم لا يبرد عليكم العافية، لا يبرد عليكم الحريقة. أنت تتهم المغرب، تقول المغرب با يفرق بيناتكم. ملي كنقولوا الشعب الجزائري الشقيق، وملي كنقولوا الكبرانو العصابه الحكام في الجزائر، هادشي اللي عطى الله. الشعب الجزائري بوحده ولكن الكبرانو بوحدهم. عندنا مشكل مع نظام كيدعم البوليزاريو، في عوض ما يجيب طائرات طفي الحرائق، طفي الحرائق طائرة كندية، مشى جاب طائرة روسية، وباش يطفي الحريق شعل في الشعب الجزائري وشعل في الغابة العافية باش يطفي الحريق، ويجرب الطائرات اللي جاب من روسيا. هادشي اللي كاين، جبتوا الطياره باش تبينوا بانك تطفي الحرائق من روسيا، كريتوها استاجرتوها ما جيت تجريتوها، والفلوس باش تشريو كتعطيهم البوليزاريو، والفلوس كتكريو وكتجيبوا طائره، والوقيته اللي تكريو طائره شريوها، الوقيته اللي غتعطي مليار ونص ديال الدولار لمجموعه بريكس شري طائره تاع المجيد تبون. وجاب كنوريوك اش دير الخدمه ديالك عبد المجيد، الله يهديك تشال العافيه صاحبي في الشعب باش تقول باش تحرقوا الغابات باش تجرب الطائره بانك تطفي العافيه، راه عيب وعار صاحبي. حماضيتي عبد المجيد تبون، انت واش نقريحه والله، وفيقوا شويه وتعاونوا مع هذا الشعب الجزائري، راه بقيتوا فينا والله، كيبقى فينا زعما، وانت خارجوا عينك خارجين، والمستجب بدا كيكبر شويه، زيروك الكبرانه باينه باينه، زيروك الكبرانه اش نقريحه، زيرك هذه المره وما توفيق ورباته صحاب العشريه السوداء، وكل شيء باينه صاحبي، وفيقوا راه الشعب الجزائري عاق وفاق. وحاولوا على الشعب مسكين، واش تحرقوا الشعب صاحبي باش تزيروا الطائرات الروسيه؟ انا هذا الشيء ما عجبنيش والله، لا كان عجبكم انتوما، انا بعدا ما عجبنيش، الله يعاونكم صافي، ما عجبنيش هذا الشيء. عبد المجيد تبون والله ما عجبنيش، صاحبي هذا الشيء بزاف عبد المجيد تبون والله ما عجبني بالله.